حمض الفوليك. خلال فترة الحمل وفي الثلاث شهور الأولى تحتاج الأم إلى حمض الفوليك الذي يعتبر مهماً لبناء الجهاز العصبي لدى الجنين، كما يعطى حمض الفوليك أيضاً قبل الحمل بثلاث شهور. المصادر الطبيعية لحمض الفوليك تتمثل بالخضروات الورقية والكبد بأنواعها والحبوب، وبالأخص القمح مع النخالة والبقوليات مثل الفول السوداني وعصير البرتقال. الحديد. تحتاج الأم أثناء الحمل إلى عنصر الحديد أكثر من المعتاد، ومن أهم مصادر الحديد في الغذاء اللحوم والدجاج والأسماك والكبد والبيض والخضروات مثل القرنبيط والسبانخ والخبيز والملفوف، والبقوليات مثل الحمص والفول والعدس والخبز المدعم. الأغذية المحتوية على فيتامين سي تساعد على امتصاص الحديد مثل الحمضيات كالليمون والبرتقال والفلفل الأخضر الحلو والجوافة. وينصح بعدم تناول المشروبات الغازية خلال فترة الحمل والرضاعة. فقر الدم. الأنيميا هو نقص كريات الدم الحمراء التي تحتوي على مادة الهيموغلوبين الناقل للأكسجين إلى كافة أنحاء الجسم، ويعتبر فقر الدم الناتج عن نقص الحديد الأكثر شيوعاً، وينجم عن عدم تناول كميات كافية من الحديد أو بسبب سوء امتصاص الحديد. علامات فقر الدم: شحوب وضعف وشعور بالإرهاق وصداع وتسارع في نبضات القلب وقصر النفس وفقدان الشهية والرغبة بتناول أشياء غريبة هي أهم علامات فقر الدم. مخاطر فقر الدم على صحة الأم وصحة الطفل: تعريض حياة الأم للخطر أثناء الحمل والولادة، ويزيد من إمكانية أن يكون حجم المولود أصغر من الحجم الطبيعي. الوقاية من فقر الدم تزيد من مستوى الذكاء عند الأطفال. الوقاية من فقر الدم: تناول الغذاء الذي يحتوي على الحديد، تناول الأطعمة التي تساعد الحامل على امتصاص الحديد، تجنب شرب السوائل مثل الشاي والقهوة، ويفضل شربها بعد ساعتين من تناول الطعام. هناك العديد من وجبات المطبخ الفلسطيني الغنية بالحديد مثل المجدرة مع السلطة أو شوربة العدس مع الليمون أو الفاصوليا أو الحمص أو الفلافل مع السلطة أو الخبيز مع الليمون. التغلب على الآثار الجانبية لأقراص الحديد: تناول أقراص الحديد قد يؤدي إلى الغثيان والإمساك والبراز الأسود وفي بعض الأحيان الإسهال. لتفادي الإمساك يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الفواكه والخضروات. لتفادي الإحساس بالغثيان يمكن تعديل موعد أخذ أقراص الحديد.